يا هانية وسمصافي والعصافير وتزقزق والدنيا هانية ولا راك عارف الغيوم والسحاب وتبون مسكين محاصر والحية مهرودة داخلة بعضها وحنا نتفرجوا من بعيد نشوفوا فيهم كيفاش راهم يتخبطون ويرقصون رقصة الديك المشلوق من راسه. واش صار سقساوني خاوتي على كنت حطيت فيديو في اليوتيوب ديجا حطيت فيديو زدت قطعت منه تقطيع يعني زوج فيديوهات على أميرة بوراوي لم يكتبوا لي على أميرة بوراوي معليش نجمو زدت نقصروا على هاد السيجي دابري لي زانفورماسيون اللي راهم كاينين ابارامون الفيديو تاع اللي حطيته مقطع راه فيه 100 كالك واللايف راه فيه 300000 تما قول واحد 400000 فيو في اليوتيوب فيما يخص هذاك الفيديو اللي حطيته حول أميرة بوراوي وقضية أميرة بوراوي. تبغون نعاودو نقصروا فيها شويه ونزيدو ندخلوا في التفاصيل مادام رانا مقصرين في الطقطقة ود الخطرة بدلنا الستيل بالمناسبة دقيقة باش المارد كي يخرج من الفانوس ما ينغبنش ندير لها غير هاك يخرج وما نبقاش نحاوز فيكم بالبرا ونبقى نحاوز فيكم بالشفا ونبقى نتبع فيكم بالكيردون داخل ونبدا نعصر فيكم دوك ندير لك غير هاك طف تهود ما تغبلنا ما والو جبت لكم زرقشت لكم الحاله. المهم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوا العزاز دقيقة احنا نسربوا الفضائح والدنيا مقلوبة بالموسيقى يا جدك وبالنايلي مع تحياتي لخوتي الناس الجلفة ولاد نايل مرسي زهير العزيز بالموسيقى النايلية هكذا باش ربما بالنايلية تدخل فهم الخوتنا اللي ماهوش باغيين يفهموا لازم غير بشوية تحياتي الناس ولاد نايل الأحرار و سكان الجلفة بصفة عامة وكل سكان الجزائر مرسي زهير العزيز. المهم الفرفارة بدأت تبرد بعد اتصال صغير من باري ولدنا اللي يحبوك مرسي خويا العزيز حتى أنا نحب خاوتي اتصال صغير من عندك كاوي القصر المرادية بدأت الفرفارة تبرد هما غير الأولى يبدو يسخنوا في الفرفارة ومن بعد غير هكا غير يبدو لهم تليفون راكم عارفين كيفاش يقولوا رقرقوا يقولوا كيما رقد بوزلوف يقولوا يترعدوا كي الفلون تاع تشيكولا يا مولاي يقولوا هي الأولى مساكين يقولوا يديروا الهدا ومن بعد تبرد الفرفارة. المهم لليلة الرابعة على التوالي الليلة الرابعة تفوتها أم أميرة بوراوي في المعتقل في عنابة مرسي زهير على لابونمو في عنابة ومعها بينسير الكوزان تاعها والصديق تاعها كي قلنا نظام فويوات كنت تقولوا ناودي لا اي هذاك في ميزك انتوما هادو فيهم ريحه الرجله ولا ريحه ولا شرف الخصومه ولا شفتوا كنت تقولوا لنا هالو ما تهضرش على بناتهم ما تهضرش على اولادهم ما تهضرناش على اصحاب كلوب دي بان ما تهضرناش على ولاد لينجينينو ما تهضرناش على بنات لينجينينو وفجاه باسبوع فطن وقال لك اودي اميره بوراوي بابيها كان كولونيل ها تعرفوا دروك ولاد لي كولونيل وبنات لي جينيرو اللي هم طربقين لها جد باباها على ما تهضروش عليهم سواء معارضه 7 فرنك أو سواء لحاسن الرونجاس
ها على ما تهضرش على بنت بنت نزار لامية وسامية بنات نزار ما تعرفوهمش هذوك. نعطيكم انا الاسامي تاعهم والادريسات والممتلكات وكنت خرجت عليهم ما خرجت. انعام ريجيس كوميرس اللي دخل فيه بنت نزار في 20 مليار سنتيم 12 مليار سنتيم. هذا ريجيس كوميرس اللي هو بمبلغ رمزي, واللي ريجيس كوميرس راكم عارفين كي ينحلوا في لالجيري كيفاش يحلوا هكا مبلغ هكا رمزي برك يديروا غير حاجه خفيفه قليله 12 مليار سنتيم يعني بسعر البنك تقدر تقول مليون اورو. هذا غير يجيس داخله في سوميه ولا ميا ولوس في صوفيا بيان سور وشبيبه ولا اللي كليك العقله. امينه بنت الحاج توفيق كما سماه السمسار, امينه بنت الحاج توفيق روح نيس عندها نيس في نيس في فرنسا قصر صاير ضاير. سيد علي ولد الحاج توفيق عايش كي الباشا في بريطانيا. رمزي ولد الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية السابق باطرون بيسكرا قاعدينها في جيبو وليت بيسكرا كومبلي داها وما شبعش وكيما شبعش دار قلبها يبيع لي كارت لي كارت جون تاع الميليتير اللي ما بغيش يفوت لارمي يروح يطبطب عند رمزي يروح عند واحد يسموه رحال في بيسكرا هم يعرفوا خاوتنا البساكرة يسموه رحال هو اللي دايره السمسار في لي كارت ميليتير اللي ماهوش باغي لا ريفورم اللي ماهوش باغي يفوت لارمي يروح عند ود الجنرال يجيب له يجيب له لا ريفورم. وزيد 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 وبنات زغماتي اللي مربيهم اللي عايشين شوكر ثاني والقائمة طويلة. أي اليوم افطنت قلت لي يا أميرة براوي بيها كولونيل يا ودي روح نحكي لك اللي راهم رافدين شكاير تاع الدراهم أروح اللي راهم رافدين شكاير تاع الدراهم نهضروا عليهم أروح نهضروا على اللي راهم في بيتهم في السلطة حاليا أروح نهضروا على مرسي أزو على ربون أروح نهضروا على الناس اللي راهم في كلوب ديبان في موريتي ولا هذوك ما تهضرش عليهم تقارعوا حتى لين تي في تقول عليهم كلمة ولا يتناضحوا ولا باش تخرج وتقول كلمة. المهم كاين اللي كنت هضرت ونزيد نعاود نهضر ماشي بروبلام. أميرة بوراوي ميليتونت كانت ناضل أمورها الخاصة ما يهمنيش فيها أمورها الخاصة أنا احنا الثورة تاعنا ماهيش دي ريغلومونت كونت الثورة تاع هذا الجيل الثورة تاع هذا الجيل ما راهيش دي ريغلومون كونت لا تاع السابق ولا تاع الماضي ولا هم يحزنون. الثوره تاع هذا الجيل تبقى لهذا الجيل هذه لازم نديروا عليها زسطور. المهم هي امورها الخاصه ديك امورها الخاصه الاهم انها كي خرجت من البلاد كي بغات تخرج من الجزائر ديجا في الايروبور حكموها وقالوا لها داروا لها راودو قالوا لها ما تخرجيش وعندك الياستيان الياستيان على بالكم باللي كاع لي ميليطون اللي عنده شي باسبور داروا له ياستيان زعما تعويكلو تاع تقعدوا هنا حتى وما ندخلوكمش الحبس راكم في حبس كبير ويهدوا في الناس ويديروا لهم في يديروا لهم في لارسالمون ويديروا لهم في التشويش وكاين اللي مقنطيناه كاين اللي كل واحد وكيفاش داير له. هي قالت لك نخرج رفضت كابتها وعطاتها الى تونس. كيفاش دخلت لتونس ما يهمنيش لان واحد اللي هارب من الجحيم وهارب من الحبس وهارب من المضايقات وهارب من الاغتصابات هذه الكلمة ما غاديش نحبس عليها تاع المخابرات اللي تغتصب الناس هذه باش نحبس عليها ولا ننساها ولا نإيفيتيها في كل محضر تحضر هذه الكلمة في كل محضر تحضر لأنكم لو كان ما درتوش هذا الشيء ما غاديش نقعدوا نهضروا عليه ونعاودوا
ونجبدوا فيه ونعاودوا، لأنكم الله غالب التيكي درتوه لرواحكم برواحكم، التيكي درتوه لرواحكم برواحكم. المهم هربت ودخلت لتونس. كيفاش دخلت؟ وانخلعتوا وروحوا للمعابر التونسية وراه الجميعي، الجميعي اللي طلقتهم الحبس أكبر بارون تاع تهريب في الشرق الجزائري، أكبر بارون للتهريب في الشرق الجزائري. الخدامة توعة داخلين وخارجين لتونس، لا كارت لا زوج، كاين اللي ما عندهاش نكوة كاع لا كارت ناسيونال وما عندهاش، جماعة اللي يخدموا عند الجمعية تهريب لي ستاسيون ديسونس تما كاع لي بومب دو ستاسيون ديسونس لي في تبسا وفي بير العاتر وفي كاع داهم الجمعي وراهم يكبوا في تونس. ناهيك عن الكعبة تاع الدراهم اللي خرج فيها بشكل أسبوعي. والجميعي ماشي غير انا اللي نقول فيها الهضره، حتى صراع العصابات نهار اللي دكوه للحبس قبل ما يطلقوه، نهار اللي دكوه للحبس متهم بهذا المتهم ومتهم باللي بارون. راكم تعرفوا الجميعي تاع الافالن وراكم عارفين الافالن شكون هما بلا ما نجيب لكم الخشيبات والقريسات. اما لا هذا الدخول تاع الى تونس ماهوش حاجه اللي تخلع الناس دخلت حراقه لتونس، وروحوا للحدود شوفوا الناس كيفاش رايحه جايه رايحه جايه سيرتو في المعابر اللي ما فيهاش اللي ما يفوتوش على المعابر الحدوديه، يعني ما يفوتوش على لاباف. وكيف كيف من جهه الغربيه في الكوتي تاع الماروك، كيف كيف سواء من جهه تاع المغرب ولا سواء من جهه تاع تونس داخله خارجه. فهذه خلعتكم كي دارت خرجت، ما سقسيتوش طليبه كي دار خرج نهار اللي راح لتونس، ما سالتوش عليه كيفاش دار طليبه خرج، ما سالتوش على لي كيف كاع لي خرجت قعدتو عاسين. المهم كي رحت للمطار دوك ما دام انا مقصر في تيك توك نقصروا في هذه السيجي، كي رحت للمطار خاوتنا بارطاجيو لنا اللايف الله يستركم باش ما يطيحلناش البث وطلعوا لنا الجمجيم. كي رحت للمطار حكموها قالوا لها فوالا فوالا فوا، كاين ناس بزاف ما فهموش وكثرت في اليوتيوب ربما كاين ناس ما شافتش معليش. كي راحت للمطار حكموها قالوا لها فوالا راكي دخلتي بطريقه غير شرعيه. اوكي قالت لهم عندي الاحمر، والاحمر يخافوا منه كيدو كي هادو كيدو باش يكونوا في الصوره، الاحمر يخراو تحتهم منه كي يشوفوا الزواج الاحمر او الجواز الاحمر يهرهروا تحتهم لانهم عارفين يفو بادي العب الدواء الاحمر. ايوه قلت لهم عندي الدواء تاع الشميعات، قال لهم ديك عند البروكيرير الدواء عند البروكيرير اوتوماتيكمون لا بريزونطاسيون تكون عند البروكيرير وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه فوتها القاضي التحقيق، قال التحقيق قال لها ودي مادام عندك الاحمر يجرح ويداوي لي كي يقول هذيك الخنيه لي يجرح ما يداويش، قالها عندك اللي يجرح ويداوي، قالها ما عاد مادام عندك اللي يجرح ويداوي رانا غادي نطلقوك افراج وتشارعي نهار لو 23 كاش اموند ولا نعطوها لك اوتوماتيكمون. يمدوا دي زاموند في هاد الحالات، يمدوا كاع فيها دي زاموند يعني غرامه ماليه. اعطوها الافراج وقالوا لها الجلسه تاعكم اجل لو 23. ابدات جناح في الجناح اللي تفطن باللي غادي تترون وجناح تبوني وقال لك تبونا ما غاديش غادي يعكسوها لنا جماعه ثوها يقولي كيف ملهي وجماعه الرواسها، قال لك غادي يعكسوها لنا وغادي الطبيبين ما يروحش يزها في باري. اما لو واش يديروا قال لهم نروحوا نجيبوها قعدوا ينسقوا. انا نبسط لك باش تفهم، انا نبسط لك مانيش رايح لك في مانيش مطلع لك للفوق ونحكي لك في الدبلوماسيه والدنيا، انا نبسط لك باش تفهم مليح. قال لك نروحوا نجيبوها قعدوا ينسقوا مع تاع تونس. تونس قال لهم اودي شوفوا باش نكونوا متصارحين واللي يتفهموا في المجتمع يتغابنوش في الصيف ومزين الخواكي يتفهموا. هي
قالوا مو ديرها عندها لحمة وغادي لو كانت توقع فيها دي ودي 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 راهي غادي تتقود علينا في زوج. ها واش نديرو؟ قالوا راه غادي تتقود علينا في زوج. المهم واش يديرو؟ هي كي عرفت بلي راهم يحفروا لها راحت رفدت روحها وراحت للقنصلية. لماذا راحت للقنصلية؟ باش تدي لا بروتيكسيون كونسولير، يعني راحت تدي الحماية القنصلية، ومن حقها، من حقها اذا كان واحد ادى جنسية تاع اي بلاد كانت وكيكون في حالة خطر ما يستفيدش من هذيك الجنسية على دارها. وما نكذبوش على روحنا، غالبا بالعديد من الجزائريين اللي هم عايشين في المهجر راه عندهم جنسيات مختلفة، كاين بزاف ربما بالك اكثر من 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 2 و 3 مليون جزائري اللي في فرنسا عندهم جنسية، اللي زايدين هنا واللي ما زايدينش هنا واللي داوها فايدة اللي تناطوا اللي زاو والدنيا وكذا، كل واحد وكيفاش داها، كاين اللي داها بالزواج، كاين اللي داها بالولاد، كاين اللي داها بالخدمة، كاين اللي داها بالزاد هنا، كل واحد وكيفاش داها. وخاوتنا اللي راهم عايشين ثاني في بلدان وحده اخرى، اللي راهم عايشين في كندا، اللي راهم عايشين في امريكا، اللي راهم عايشين في الاسترالي، اللي راهم عايشين في 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 في, في بزاف البلدان، اداو الجنسيه في السويد، في اداو الجنسيات، والجنسيه اوتوماتيك مديتها باش تستنفع بها، وهذه من ضمن المنافع اللي فيها. راحت لك قنصليه، قنصليه قالها ما كاش مشكل، رانا هنا ويا بات بروبليم، غالي وطلب رخيص، عيطوا للوزاره الخارجيه تاع تونس، قالوا مودي راه عندنا مواطنه راه عندها بروبليم. شكون هاد المواطنه؟ قال لهم فلانه فلانه الفلانيه. ايه قال لهم غادي تشور، لازم تشور. وزاره الخارجيه عيطوا لقيس سعيد اللي هو الرئيس تاع تونس، الرئيس تاع تونس واش يدير؟ يرفد هو ثاني التليفون تاعو ويعطي امر ويسني الورقه اللي التصريح تاعها باش تخرج. قال العبله، قال لهم عبله نتوما نتوما غير جوغي لهنا هنا بصح باش نروح معاكم بعيد وقضيه دوليه، نتوما ما نتوما نتوما راكم مورطين ارواحكم ومورطين لافريك ومورطين العالم ورطوا كاع الدنيا، وين باقي تزيدوا تورطوني انا معاكم؟ قال لهم ورطني راه في الخرا، قال لهم في الخرا باغي تزيدوا تلزقوني انا، قال لهم انا ربي سهل عليكم، ضربهم بحطبه وسنيالها وركبت وشورت لفرنسا. تنوض الجماعه الزوجه كانوا يقارعوا لهذا الاخر جماعة الزوجة، لا لا قعدوا هكا كي قعدوا كالتماسيح جماعة الدولة العميقة مخرجين هكا شتل التمساح كي يقعدوا مخرج غير عينيه عند البركة تاع الماء ويراقب، جماعة الدولة العميقة قعدوا غير يراقبوا غير فات فيها وصلت. كانوا يقارعوا لها بشوشتها، كانوا يقارعوا لهذا اللقطة بشوشتها. الفايدة هي وصلت، هي وصلت وهما بداو تلفزيونات اخويا في عجبوك شو هذوك التلفزيونات كانوا يقول لكم امير امير العرهابي واللي دارت جماعه وكونوا جماعه وحرقوا قبائل وحرقوا بومرداس وحرقوا واش وقعدوا يكذبوا عيني عينيك وجايبين عرهابي دحدوح مسكين جايبينه مش عارف عمير لقطوه وجابوه وكل فايده الافلام تاعهم الغاملين. الفايده والحصول ابداو الإجلاء السرية، عملية الإجلاء السرية، عملية الإجلاء. أنت تقول خرات، أنت تقول خرات زقات سايرة هذا البلوط يصيح عملية الإجلاء السرية والمخابرات صدموا علينا، اجروا نوضوا نوضوا نوضوا، وبصبع مهول وصار فيه مصاري خارج يدافع وموش عارف على من يدافع، بصبع بصبع خارج يسب في الناس، خارج كيما هذاك اللي يكونوا في العرس سكارة، يكونوا سكارة في العرس ويجبد البوسبعة تاعه ويبدا يريش من الطرف هاكا كسر البوسبع، بوسبع خرج ماهوش فاهم فيها ترن.
بصبع خارج يديه بزوي طيح للنسة موش عارف عليه ما هوش ما فهموش قال له نوض 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 البس تقاشيرك البس تقاشيرك وصدم ادخل في وسطهم ادخل وقعد تسب وتعاير وصي تبع اللي قال يتيمة اللي تقوله امشي في الخط هذاك صاي وتبون تخرج هكاك بالكالسون تاع احمد مدار وخرجته الزهره جري 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 ميها تروح لك شتك تبون موش عارف قال لهم ميها مطلع عليك في التلفزيون شتك كاين قال لهم قالوا بلي راك استدعيت السفير هو ما قال بلاش كاع هو ما على بلاش كاع بلي السفير اللي استدعاه ولا ما استدعاهوش قالوا له مرته قالت لها هو بيت مع مرته قالت لها راهم يقولوا في التلفزيون استدعيت السفير قالت له اعمل السفير قالت له تاع فرنسا قالت لها قالها معليش هما قالوا استدعيته راني استدعيته خونا نعرف خير منهم وهما قالوا استدعيته راني استدعيته ماشي مشكل ناضوا يهضروا بسمه وراه استدعى وراه دير وراه عمل وجبار مهنا قابضها ينسف فيها سيف جبار مهنا قابضها مشي البندير مشي سخنه طربق له جد باباه طار بقله جد بابه البندير مه وبداو عملية الإجلاء السرية وكيف سرية الدنيا راه وحدة رايحة عيني عينك في نهار القهار وحدة خارجة في نهار القهار وتتقولي عملية سرية وحدة خارجة في نهار القهار ورايحة لتونس ومن تونس رايحة للمطار عيني عينك والدنيا تشوف وبريزونتاوها الوكيل الجمهورية وللقاضي وزير الخارجية تاع تونس يسني في الورق والرئيس وقال لك سرية وش من سرية انا ما فهمتش ولا كان مفضوحة العملية مفضوحة كيفاش تكون دايرة اللي كان هذه كاع هذا الشيء سرية الدنيا كاع سمعت به لو مون دونتي يسمع بتوانسة مهولين التوانسة مهولين يبعثوا لي يقول لي يا سي امير خبرنا صدق المصداقين حكينا وش صاري توازت هولو خارجين من دارهم قال لك الحرب بدات الحرب بدات الحرب بدات الحرب اوكرانيا قلعت قلت لهم ودي ما ديروش عليهم هكا دور عندنا ربي بلانا بواحد بعد المقودين بلانا بواحد بواحد المرضى بلانا ربي بواحد السكيريه يخبطوها ويقولوا يديروا في قاره تاع دوله بلانا ربي بواحدين يضربوا الصاروخ ويضربوا الكاشيات ويبلعوا كاليمان ويلكم ويلكم كاليمان قلت لهم بلانا ربي بواحد بواحد الناس تاع الصاروخ وبلانا ثانكيو كاليما ثانكيو غير صحاب الربعين راهم يدخلوا ضروك يجدك ثانكيو قلت لهم عاود عمي قلت لهم بلاونا هاد الناس بلاونا صاحبي بال بال ماتشو غراسيس كاليما قلت لهم بلاونا ربي بهاد الناس ورانا مبليين ورانا قلت عليكم مهولين انتوما انتوما على راكم مهولين انا ما فهمتش انتوما على راكم مهولين قال لك ودي هالدواء على داروها قلت له ما داروا له الدواء على والو المهم بعدها عبلة واش تدير لانها صابت الحاله بدات شويه تبرد ومرقت لافير شغل مرقت ما مشات لهمش هي كي جات هنا اوتوماتيكمون تروح للتلفزيون بيان سور هو باغي تروح راحت للتلفزيون هضرت قالت حكاوا السير باسكو علاه اي واحد صرالو انا ماشي ندافع عليها لانني مختلف معاها بس انا بيرسونيلمون تقدرت عليا وقالت عليا بلي ما لازمش يهاجم ولادهم ولاد بنات العصابه ولاد العصابه والدنيا وكذا فهذا لا يمنع موتشو غراسيس كاليمان هذا لا يمنع ان هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ العصابه اللي هي انتقدتني مثلا فهذا لا يمنعني انني نتكلم الحق موتشو غراسيس كاليمان هذا لا يمنع أنني نتكلم كلمة الحق إذا كانت كلمة حق فهذا ما يمنعش أنني نتكلمها هذا لا يعني أن واحد إذا ما يتفقش معايا في آراء ونشوفه مظلوم نضرب عليه النحو ولا ننتقم ولا جيني فرصة باش نستشفى هذه خدمة الأنذال وحنا ما ناش أنذال هذا كي يختلف معنا واحد بعيدا عن العبابيلة وهذوك الشيء هذوك راهم محروقين أما أن واحد يكون ناضل ولا يناضل ولا عفسه ولا مهم عنده تضييقات ونروح انا نستشفى فيه ولا نشوفه في مو وقت كيما هذا وما نوقفش معاه فهذا نعتبر هنا نعتبر نذل اذا سكت هذا الشيء اللي خرجنا احنا من اجله وهي دولة العدل والقانون وجزائر لا يظلم فيها احد بدون استثناء هذا هو الهدف تاعنا ما ندافعوش على الاسياد كيما بوصبوع بوصبوع يدافعوا على الشوكر توحم ولاد الشوكر توحم وبنات الشوكر توحم هذا هو الهدف هذا هو بوصبوع اللي سيجي اللي يطرحهم ولا على جال راه يسب في الناس
اما المهم هي اوتوماتيك مو واحد كي يقعدوا يخرجوا عليه في لي رومور، كي واحد يقعدوا يخرجوا عليه في الاكاذيب، كي واحد يقعدوا يخرجوا عليه في في في, في البهتان. وهذا صارت لنا احنا بزاف، ماشي غير هي، صارت لنا كاع في اليتيمه كاع اتاكاونا وكاع داروا علينا افلام دحاديح وكاع تكلموا علينا بالبهتان، كاع سبوا والدينا، سبوا اهالينا، طيحوا لنا، وصفونا بالعملاء، وصفونا بالخوانة، وصفونا نهار يقول كيس، نهار يقول لك هادو راشديس، نهار يقول لك هادو كل خطره يجيبوا لك بوبينا، نهار يقول لك هادو اسلاميس، نهار يقول لك كل خطره واش يديروا، نهار هادو عيرهاب، نهار كل خطره يقول عندنا كلمه. فبالتالي كل واحد وكيفاه. دونك انا مثلا اعود بالمقاوله، انا عندي محطه اعلاميه، كاين ملايين اللي تتابعني، نقدر نوصل الصوت تاعي عن طريق فيديو، الصوت تاعي عن طريق فيديو، لان كاين بزاف اللي تتابعني. كاين اللي ما عندهش متابعين بزاف ويشوف يكذبوا عليه ويبلعطوا عليه ويتهموا فيه في الباطل ويدير له مليون تيكي، فهنا اوتوماتيكمون لازم يحوس على منبر اللي يوصل به الكلام تاعو. دقيقه اخوتي، فهي راحت الى تي في 5، قناه ناطقه بالفرنسيه، من اجل يقول لك اوه على راحت واستنات. بيان سير النظام تاعك دار التهويل الاعلامي وعطى القضيه بعد دبلوماسي وعطاها بعد دولي، فاوتوماتيكمون الميديا واش دير؟ الميديا الهم تاعها لوباز، الهم تاع الميديا لوباز. انا كانوا اتصلوا بيا بمليون خطره وليومنا هذا، فانا عندي منبر اعلامي تاعي اللي نتكلم به ونخاطب به الشعب، عندي المنبر تاعي، فما نحتاج لا قناه فرنكوفونيه ولا قناه عربيه. بوفون جيت خطره مع ولا اثنين مع مهدي غاني، فكانت كاين نقاش. اما اللي ما عندهاش منبر اعلامي فاوتوماتيكمون جاو عندها، جاو عندها، فهي يقذفوا فيها ووصفوها بالخائنه والعميله وتتعامل مع مخابرات فرنسيه وش خلاو ودبلوماسيين وجو اجلاء سري، فهي بالطبع غادي تروح غادي باينه اوتوماتيكمون غادي تروح للاخر تقول لهم يكذبوا وتحكي واش صرا لها في القضيه تاعها. صصغات لها، وهنا حبست، هنا حبست القضيه، ما تكلمت لا على صراع اجنحه، ما تكلمت لا على المخابرات الارهابيه، ما تكلمت على الجرائم اللي دارتها المخابرات، ما تكلمت على التجاوزات اللي دارتها المخابرات في حق المعتقلين، تكلمت على القضيه تاعها والسلام عليهم، وهنا حبست. فالنظام بدا يسخن في البندير، واش يروح يدير؟ يروح يخطف يماها، ميرسي كناكس، يروح يخطف يماها. شوفوا دوك النذالة كي دايرين والمرخص. هذا النظام نفسه اللي كان يقول لي ما تدخلش ولاد المسؤولين في الوسط، ما تدخلش بنات المسؤولين في الوسط، هذا النظام نفسه، النظام نفسه هو نفس النظام. واش يروح يخطف يماها في عمرها 73 سنة في بالي ولا 72، في هذا 72 73 يروح يخطفها ويديها لابريغاد في ألجي ومن بعد يجرجرها حتى العنابة. اللي قالها السلام عليكم رفدوه، اللي دالها جم رفدوه، هما واش بيهم؟ بيهم باش يزيدوا ينفخوا لافير. القضية وما فيها أن شوكر التوحم والمعاليم التوحم قالوا لهم يا ناس، اللي هما المعالم توهم الجناح الروسي، قالوا لهم يا ناس القوا حل. هذه كاع نهار اللي كتبت جريده لو موند باللي بوطبون جيل الفرنسيس، قالوا لهم القوا حل باش ما يجيش بوطبون. فقعدوا يحوسوه ما يحوسوا ينبشوا، جاتهم هذه على 16 فقعدوا ينفخوا فيها باش يعكسوا لا فيزيت تاع بوطبون. وطبون على باله، طبون وجه طبون على باله، هو على باله هذا الشيء اللي نتكلم فيه انا، على باله بلي ديطاي، وعنده تقارير وعنده المستشارين اللي راهم يخبروا فيه واش كاين واش ما كاش. ولكن بو طبون ما في يده حيله، ما في يده حيله. جرب قبل اشهر
من كرم الغايبين كرم توفيق ونزار وهما غايبين وقال لك كرمناهم ما جاوش لأسباب مرضية. يخرج لهم وراها بسيمانة خالد نزار قال لهم ماني مريض ما والو برك ما تكذب. وإيسية باش يتقرب منهم خلى وكيل جيفا قعد قعد لهيه قعد لهيه ما تقربش ما تقربش قعد ثم ما تقربش قال اقعد بعيد ما تدصرناش طيب تصرنا جي منا ما غير تدخلها لنا بكرمتك وما كرمتك حزمناك وضعناك حزمناك حزمنا الزيلة تاع القايد تلبسها قاعدين تلبسوا بعضاكم في كرفاش بولحيه ريح ثم ريح ثم وحلوا عليه العين الحمراء وطرد قوله العين الحمراء في وجهه فبدا يهرهر بدا يهرهر تحته فما ثم ما حلبوش. جرب مرتين بيتلاقى مع توفيق وما حلبوش دو فوا دو فوا هما يتوسطوا له باش يتلاقى مع توفيق يشرب معاه قهوه قالها بات حلاب وبات مداصره ما تداصرنيش مخليينه كل 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 بقحه في الاخر في الكوانه مقاعد تما مسودينه في كوانه. مهم ورا على بالها كاع هذا الكلام اللي نتكلم فيه فيما يخص قضيه برا. فراحوا جابوا العائله تاعها لانهم عارفين باللي راهم يستناو في رده الفعل دونك يشدوا لك 4 ايام امها شادينها 4 ايام ولا 5 ايام في لابريغاد غاردا في اللي يسمعها كي يسمع راهم يحقوا في قضيه دوليه هما راهم يحوسوا بون الاخر هذاك الصحفي اللي مشدينه مسكين ثاني في عنابه قال لك قال له اعطينا المود باس تاع التليفون تاعك ما بغاش يعطيهم المود باس فتعرض لكل انواع بلا ما نتكلم على لي ديتاي في عنابه هذه باش تكونوا في الصوره وراهم شادينه طيله هذه المده غير على جا تليفون تاعه. هذه المخابرات ولا هذه الشرطه ما عندهم شرف الخصومه حتى وتكون عندك ديفوتو انتيم في التليفون تاعك انت ومدامتك انت ومرتك انت وصاحبتك انت وخطيبتك انت وحده تلاقيتها برا برا خلاوي خلاوي زفك عندك في الطريق وعندكم ديفوتو مع بعض ولا يخرجوهم لك عن طريق الذباب نورمال. لذلك ما تخلوش تصوركم في التليفونات خاوتي اللي عندها صوالح انتيم في التليفون تاعك وتحس تحسب اللي غادي كيدوك الكوميسارية وتعطيهم الموت باس ويحلوا التليفون تاعك راك حاسب باللي كاين جهاز امني ويبروتيجي لك الخصوصية تاعك وما يدني لكش الخصوصية راك غلط لانه نظام تاع عراية كي تشوف راك مضارب مع واحد وهذاك الواحد طاع عنده التليفون تاعك ويحوس يذكر فيك هكذا راهم سواء لا بوليس أو الجدارمية أو المخابرات اطيع عندهم أي حاجة في لافي بريفي تاعك ما يرحموكش ديرها مليح في راسك يلقاو فوطو تاعك متعلق مع مدامتك ولا تتبوس في مدامتك ولا متصور انت ويا هادي سوفينير ولا اطيع عندهم راك تلقاها في الباجة تاع الذباب تلقاها نورمال باجا تاع الذباب ولو ضباط مخابرات دايرين دي فوكونت باسم الذباب دايرين دي فوكونت ويتمشوا بيهم تاع مدامات تاع رجال نورمال وحالين دي باج تاع فيسبوك ضباط مخابرات. لذلك ما كاش ثقة ما كاش ثقة اطيع عندهم بالك تحسب بالك تخمم تقول باللي لا ما كاش من هذه الدولة ومانيش عارف انا واش واجهزة وامني ما كاش لا كونفيدونسياليتي أسيادهم من جهة ومن أجل باش يوسخوا الطرف الآخر سواء كان معارض ولا مش معارضة باش ديرها مليح في راسك حتى بوصبع طيع عندهم تقود عليهم بزاف ولا طيع عندهم ما قبلوا عندك تليفون تاعك تفشلق في كاش واحدة غادي تسمها في الموقع الأزرق نورمال عندهم عادي 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 باش ديرها مليح في راسك. هذه نصيحة ننصح خاوتنا اللي عنده دي فوتو أنتيم
خاصة 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 مع زوجاتكم كاين اللي يخرج يتصور مع زوجة تاعو برا مش عارف انا في ريستورون يخرجوها نورمال نورمال حتى تكون صورة محترمة عادية عندهم يزربوها نورمال ماهمش ما عندهمش خصوصهم ليسونسيال باش ديروا مليح في بالكم خاوتي اللي عنده شي حاجة في التليفونات تاعهم ما كاش ثقة بيان سور ما كاش ثقة اللي عنده شي حاجه في التليفونات تاعهم ولا خاوتنا ما يخلوش الامور تاعهم في التليفون هادي باش تكون في الصعاد يكون على بالهم خاوتنا حتى انت بوصبع استفدت كيما كتب لك السيد. المهم وين كنا النقطه اللي كنا فيها قال لهم عطينا المود باس قال لهم ما عطيكمش مود باس كيفاش نعطيكم مود باس كيفاش نعطيكم المود باس ف وبالتالي راهم شديناه قريب 10 ايام عنده شي غادي تلقى انت في التليفون تاع يرحم باباك هو ولا غيره شي غادي تلقى فيه مؤامره دوليه شي غادي تلقى في التليفون تاع نظام تاع عرايه كي قلت لكم نظام تاع عرايه يعني نظام تاع عراية حبوا يورطوا تونس بالذراع من بعد تونس قال لي واحد علاه ما يقطعوش العلاقات مع تونس لان تونس في الوقت الحالي محل قوه بالنسبه لهم لانه هو بوصبوع يخمم بالدبابه بوصبوع راه حاسب باللي الدبابه هي الصح في لو موند هو راه هكا يخمم بوصبوع لا لان كاين عده ارتباطات وعدة نقاط قوة تستخدم بلعت على روحها من كاع لي كوتي فيما يخص وانتم عارفين بلي عائدة الجزائر المدخول تاع الجزائر 98% من حاسين مسعود يعني من الخام يعني البترول والغاز هادي على بالكم بها 98% هي غاز ما نتجوالو احنا لو كان خدوا الروس يحبسوا عليهم غير بياس دي روشونج غير بياس دي طاشي تاع الماتريال اللي شروه من لاروسي يحبسوا من العتاد العسكري تورما تنقاس لان قفله ما يصنعهاش لو كان تخسر له قفله لازم يروح يجيبها موسكو وهذه نقطه قوه بالنسبه للرواس لانهم من بكري هما يدفعوا لهم دفاع 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 ولا بياس غدوه لو كان يقول لهم يبلع على جدهم الحلوفي غدوه تلقى روحكم بامباسي تونس كما انتم على بالكم باللي كاين الاتفاقيات اللي راهي الان كبيره فيما يخص الغاز في الجزائر تمشي الى ايطاليا ومن ايطاليا تمر الى السوق الاوروبيه يعني الطليان سبقوا باش داروا الاتفاقيات مع البلاد مع الجزائر داروا اتفاقيات ومن بعد هما اللي يكونوا محطة التوزيع للدول الأوروبية لأن الجهة الغربية في الجزائر كما على بالكم راهي مسكرة وبالتالي تونس حتى اسبانيا بليتو اسبانيا وراه السوق من جهتها مسكر لأنهم كانوا كاينين واحد الوقت اتفاقيات ومن بعد تبلع هذاك التيوم بعد ولاو يلحقوا بالبراميل رافدين البراميل تاع الغاز ودينهم في البابيا رافدين البراميل تاع الغاز ودينهم في وطمطراسين بهم لاسبانيا اما في ايطاليا الان كاين انبوب الغاز المار على تونس وهذه نقطه قوه بالنسبه لتونس ورقه بالنسبه لها لانه تستغل حتى النظام التونسي والسياسه التونسيه بيان سور راه كل واحد راه يضرب على قراده هي تستغل انها في محل قوه وقوة كبيرة بما أنها المعبر الوحيد لو كان كاين زوج معابر فيكون كاين اتزان وما يكونش واحد يتفرعن عليك على الآخر أما كي يكون كاين معبر واحد وتعرف باللي لو كان نخطيك هنا غادي تكولي لأنك على بالك باللي ما غاديش تولي للجهة الغربية اللي ملهي فالدرك والثقل يكون من الجهة الشرقية والورقة الرابحة في الجهة الشرقية مرسي خويا سوسوار وتكون في الجهة الشرقية فما يقدرش هو يقطع علاقات مع تونس وخاصة في الاتفاقية الدولية
أن الدولة الوسيطة اللي تكون ما بين دولتين في الغاز ولا في غيره تسمى بالدولة الأولى بالرعاية. الدولة الأولى بالرعاية يعني من الجهتين، من الجانب الإيطالي ومن الجانب الجزائري. يعني تونس تدي امتيازات من الجزائر وتخفيضات فيما يخص الغاز لتونس الشقيقة، يعني يستفيدون من بنسبة من الغاز في تونس لأنها تفوت على بلادهم وهذا من حقهم، وتستفيد من الجانب الإيطالي اللي هو كذلك راح يفوت تيو اللي راح حقها الغاز راح جايه من تونس، يعني من كما المنشار طالع هابط طالع ياكل هابط ياكل، ومن حقها تدي من الجهتين. وإذا قطعت معها العلاقات الدبلوماسية واش يصرى؟ قبل ما تنطق تونس يبولوا عليهم الطلاين، قبل ما تتكلم تونس الطلاين يبولوا عليهم. لذلك ما تقدرش تقطع الاتفاق، ما تقدرش تقطع العلاقات الدبلوماسية ما بين تونس والجزائر، لأنها الآن العصابة أصبحت رهينة وهي اللي رهنت نفسها بنفسها. ما تقدرش تتخذ موقف، أي موقف كان ما تقدرش تتخذ موقف. وبالتالي شفتها في قضية بوراوي راح تهاجم ملهيه، بصح ما تقدرش تتكلم حتى حرف، ما قدرش تنطق، ما قدرش تجبد كيفاش في تونس في المطار، وكيفاش وكيل الجمهورية أخلى السبيل تاعها، كيفاش ما سلموها لهمش، كيفاش ما داروش، كيفاش ما عملوش، كيفاش قيس سعيد هو اللي سنيا هذاك التصريح باش تخرج، كيفاش وزير الخارجية ما قدروش، لأن البترول الجزائري والغاز الجزائري اليوم أصبح لخدمة العصابة، لخدمتهم، الخدمة تاعهم، لأنه في الخارج يشروا به في الذمم مع الطليان باش تسحب الطليان أي تقارير تصدر ضد العصابة في مجال حقوق الإنسان، في مجال التجاوزات ضد 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 الشعب الجزائري، في مجال السجن التعسفي، في مجال العديد. بل بالعكس تزيد تخرط عليها، تزيد تخرط. خاطر كاين منظمة الفاو اللي تكلم عليها واحد خطرة واحد، منظمة الفاو اللي هي منظمة تكلم على التغذية وعلى حسن المعيشة وعلى غيرها، في الآخر اللي جاي المقر تاعها في روما زادت صنفتهم، قالت لهم انتم راكم من 10 الأوائل الملاح في العالم. إيماجين يا سماعة الغاز خباط. بورتون كاين ماضي أسود مع إيطاليا، وخاصة شركة إيني الإيطالية تاع الغاز اللي متورط فيها فريد بجاوي وشاكيب خالد برشوة تاع 97 مليون دولار. Yes my friend، شكرا لك. لان كولي وديرك تي هو دو شيت ليبر ديرك تاعو على البوزلو. فعلم قلنا هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه فيما يخص غدوه من ذاك قادر توانسه نورمال يجي يجيبوا لك السواعده والسواعده وليزامريكا يجيبوا لك يحطوا لك امباز ميليتير امريكان ثم في الحدود، يجيبوا لك في جندوبه ولا يجيبوا لك قريبه المطبول ولا يحطوا لك عند وجهك. شو تقول لهم؟ تقول لهم نرفض الخريطه دركون قلعون ذوق وحده منا اغوش وحده ادروات. وكاين العديد من الامور اللي تمنحهم. الرقم واحد الأهم في القضية هو العائدات. العائدات، يا هل ترى كاين تيو اللي خارج من الجزائر رايح لإيطاليا مباشرة؟ أمبوسي. كاين تيو اللي رايح من الجزائر إلى إسبانيا ديركت؟ أمبوسي، ما كاش. سقسيهم قولهم طيلة هذه السنوات على ما درتوش هذا التيوات، يقولوا كنا نخدموا في العمق وفي صمت. نهار اللي تبلعت الأنبوب اللي مار على المغرب يروح إلى إسبانيا، نهار اللي تبلعت الحود، نهار اللي نقطع هذاك الخط، ولو رفضين الجواريك البوادن تاع الغاز ودينهم في البابر إسبانيا، ولو يكروا في البابر لنقل الغازات. كان ديباتو سبيسيو في هذا الدومين اللي يجيو اللي يرفضوا الغاز بابر، يرفضوا الغاز ولو يكونوا في البابور ولا بدينهم في الجيريكات ورايحين بهم لاسبانيا. تو الناس يقولوا ولو تبهدي لا. المهم هما راهم الان
ساجدين الام تاع بوراوي طيله هذه 4 ايام ولا 5 ايام يحوسوا شفت هذاك اللي يبغي يكروشي فيك هذاك اللي يحوس لك على السبه راه غير اللي لقط في السبه غير على جنب ما يروحش تبون في ماي مورات مورا ماي كيفوت ماي اجلوها مورا ماي يكونوا بردوا الفرفارة للرواسه وطاحوا في حجر الرواسه ديريكت من بعد واش من بعد تعاود زوبعه في في فنجان ومن بعد ترجع المياه الى ما جريها ومن بعد يرجع البوصبوع للعش تاعو ومن بعد البوصبوع صاي يبقى يبرر لك وحنا ودرنا خطه ودرنا منا ودرنا معايش في الاوهام مسكين اوتوماتيكمون غادي راهم دحدحوهم دحدحوهم اوفيسيال دحدحه وغادي يخرجوهم لك في التلفزيون وتسمع كلام اللي راسك يحبس تأليف وإخراج عبلة طبعا هما عارفين باللي بوصبوع ميؤوس منه بوصبوع لو كان تقول له باللي مش عارف أنا ما عنديش كيف بوصبوع تحكي له أي قصة يأمن بها لأنه خلق باش يأمن كلش هذا هو بوصبع اي فيلم يعطوه له اي بوبينه يعطوها له مهم سخن لها البربره مهم يقول له الحطب وغادي يتسخنوا على الحطب وغادي يصرى فيهم الباطل وغادي يصرى فيها الحمد لله غادي يصرى فيهم اللي ما يصراش وغادي نديروا لهم وغادي نعملوا لهم والمنجل ودرنا وعملنا فغادي بوصبع مسكين هذه اما كلش اما كلش وما ضروا غادي من بعد داك وشوفوا لا رياكسيون هذه 4 ايام 5 ايام ما بان تحت رياكسيون لا من جهه تاع اللي هنا في الفرنسيس ولا من الجهه اللي من هي راهم يستناو عبله كي يطول عليهم الحال دونك دون بالك الحد بوسيبل الحد بالك يدير لهم بريزونطاسيون ديال الحد ديال الاثنين يدير لهم بريزونطاسيون بعدها مسلسل الدحدوحي وهذه هي السبب الحقيقي في القضية لاباس والدنيا هانية وسما صافية والعصافير تزقزق والدنيا هانية ولا راك عارف الغيوم والسحاب وتبون مسكين محاصر والحية مهرودة داخلة بعضها وحنا رانا نتفرجوا من بعيد ونشوفوا فيهم كيفاش راهم يتخبطون ويرقصون رقصة الديك المشلوق من راسه واش صاري سقسوني خوتي على كنت حطيت فيديو في اليوتيوب ديجا حطيت فيديو زدت قطعت منه تقطيع يعني زوج فيديوهات على أميرة بوراوي لم يكتبوا لي على أميرة بوراوي معليش نجمو زدت نقصروا على هاد السيجي دابري لي زانفورماسيون اللي راهم كاينين ابارامون الفيديو تاع اللي حطيته المقطع راه فيه 100 كالك واللايف راه فيه 300 ميل تما قول واحد 400 ميل فيو في الـ في, الـ في اليوتيوب فيما يخص هذاك الفيديو اللي حطيته حول أميرة بوراوي وقضية أميرة بوراوي تبغون نعاودو نقصروا فيها شويه ونزيدو ندخلوا في التفاصيل مادام رانا مقصرين في الطقطقة ود الخطره بدلنا الستيل بالمناسبه دقيقه باش المارد كي يخرج من الفانوس ما ينغبنش ندير لها غير هاك يخرج وما نبقاش نحاوز فيكم بالبرا ونبقى نحاوز فيكم بالشفا ونبقى نتبع فيكم بالكيردون داخل وندير العصر فيكم دوك ندير لك غير هاك طف تهود ما تغبلنا ما والو جبت لكم زرقشت لكم الحاله المهم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوة العزاز دقيقة احنا نسربوا الفضائح والدنيا مقلوبة بالموسيقى يا جدك وبالنايلي مع تحياتي لخوتي الناس الجلفة ولاد نايل مرسي زهير العزيز بالموسيقى النايلية هكذا باش ربما بالنايلية تدخل فهم الخوتنا اللي ماهوش باغين يفهموا لازم غير بشويه تحياتي الناس ولاد نايل الاحرار وسكان الجلفه بصفه عامه وكل سكان الجزائر مرسي زهير العزيز
المهم الفرفارة بدأت تبرد بعد اتصال صغير، اتصال صغير من باري ولدنا اللي يحبوك، مرسي اخوي العزيز حتى انا نحب خاوتي، اتصال صغير من عندك هاوي القصر المرادية. بدأت الفرفارة تبرد، هما غير الاولى يبدو يسخنوا في الفرفارة ومن بعد غير هكا غير يردوا لهم تليفون راكم عارفين كيفاش يقولوا رقرقوا، يقولوا كيما رقد بوزلوف، يقولوا يترعدوا كي الفلون تاع تشيكو لا يا مولاي، يقولوا هي الاولى مساكين يقولوا يديروا الهده ومن بعد تبرد الفرفارة. المهم لليله الرابعه على التوالي، الليله الرابعه تفوتها ام اميره براوي في المعتقل في عنابه، مرسي ظهر على لابونمو في عنابه، ومعها بيان سور لو كوزان تاعها والصديق تاعها. كي قلنا نظام فويوات كنت تقولوا ناودي لا لا اي هذاك في ميزك انتما هادو 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 فيهم ريحه الرجله ولا ريحه ولا شرف الخصومه ولا شفتوا كنت تقولوا لها لو ما تهضرش على بناتهم ما تهضرش على اولادهم ما تهضرناش على اصحاب كلوب دي بان ما تهضرناش على اولاد لينجينينو ما تهضرناش على بنات لينجينينو. وفجاه باسبوع فطن وقال لك اودي اميره براوي ببيها كان كولونيل. ها تعرفوا دروك ولاد لي كولونيل وبنات لي جينيرو اللي هم طربقين لها جد باباها، على ما تهضروش عليهم سواء معارضه 7 فرنك او سواء لحاسم الرونجاس. ها على ما تهضروش على بنات بنت نزار لاميا وساميه، بنات نزار ما تعرفوهمش هذوك، نعطيكم انا الاسامي تاعهم والادريسات والممتلكات وكنت خرجت عليهم ما خرجت انعام ريجيس كوميرس اللي دخل فيه بنت نزار في 20 مليار سنتيم، 12 مليار سنتيم. هذا ريجيس كوميرس اللي هو بمبلغ رمزي، واللي ريجيس كوميرس راكم عارفين كي نحلوا في لالجيري كيفاش يحلوا هكا مبلغ هكا رمزي برك يديروا غير حاجه خفيفه قليله 12 مليار سنتيم، يعني بسعر البنك تقدر تقول مليون اورو. هذا غير ريجيس داخله في سوميه ولا 100 ولوس في صوفيان بيان سور وشبيبه ولا الكليكه العاقله. امينه بنت الحاج توفيق كما سماها السمسار، امينه بنت الحاج توفيق روح نيس، عندها نيس في نيس في فرنسا قصر صاير ضاير. سيد علي ولد الحاج توفيق عايش كي الباشا في بريطانيا. رمزي ولد الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية السابق باطرون بيسكرا قاعدينها في جيبو، وليت بيسكرا كومبلي داها وما يشبعش، وكيما يشبعش دار قلبها يبيع لي كارت لي كارت جون تاع الميليتير اللي ما يبغيش يفوت لارمي، يروح يطبطب عند رمزي، يروح عند واحد يسموه رحال في بيسكرا، هم يعرفوا خاوتنا البساكرة يسموه رحال، هو اللي دايره السمسار في لي كارت ميليتير اللي ماهوش باغ لا ريفورم اللي ماهوش باغ يفوت لارمي، يروح عند ولد الجنرال يجيب له لا ريفورم. وزيد 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 وبنات زغماتي اللي مربيهم اللي عايشين شوكر ثاني، والقائمة طويلة. أي اليوم فطنت قلت لي يا
أميرة براوي بيها كولونيل هي ودير واحد نحكي لك اللي راهم رافدين شكاير تاع دراهم اروح اللي راهم رافدين شكاير تاع دراهم نهضروا عليهم اروح نهضروا على اللي راهم في بيتهم في السلطه حاليا اروح نهضروا على مرسي ازول على بون اروح نهضروا على الناس اللي راهم في كلوب دي بان في موريتي ولا هذوك ما تهضرش عليهم تقارعوا حتى لو ان تي في تقول عليهم كلمه ولا يتناضحوا ولا باش تخرج وتقول كلمه. المهم كاين بقى كاين اللي كنت هضرت ونزيد نعاود نهضر ماشي بروبليم. أميرة بوراوي ميليتونت كانت ناضل امورها الخاصه ما يهمنيش فيها امورها الخاصه انا احنا الثوره تاعنا ماهيش ديغلومونت كونت ثوره تاع هذا الجيل ثوره تاع هذا الجيل ما راهيش دي ريغلومونت كونت لا تاع السابق ولا تاع الماضي ولا هم يحزنون الثوره تاع هذا الجيل تبقى لهذا الجيل هذه لازم نديروا عليها زوستور. المهم هي امورها الخاصه ديك امورها الخاصه الاهم انها كي خرجت من البلاد كي بغات تخرج من الجزائر ديجا في الايروبور حكموها وقالوا لها داروا لها راودو قالوا لها ما تخرجيش وعندك الياستيان الياستيان على بالكم باللي كاع لي ميليطون اللي عنده شي باسبور داروا له اياستيان زعما تعويكلو